لمناقشة الوضع السياسي في العراق بعد تشكيل الكاظم لحكومته، معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين، حياكم الله. دكتور، هناك تعويل من الإعلام الموالي للأحزاب والميليشيات على حكومة الكاظم وتصوير لهذه الحكومة على أنها منقذ للعراق. في ضوء ما طالعتموه من برنامج الحكومة والتصريحات التي أدلى بها الكاظمي حتى الآن، ماذا تتوقعون منه؟ الحقيقة أن التشكيلة الوزارية لم تختلف عن تشكيلة حيدر العباد، كلنا نعرف أنه كيف استمرت المجادلات والأمور قبل أن يسلم المالكي إلى حيدر العبادي، وطرحوا أنه حيدر العبادي سيكون المنقذ وسيستعيد للعراق مكانته ويعيد للدولة. نفس السيناريو بعد أن لم تستطع الأحزاب أن تختار مرشح المحدد، تم الاتفاق على أن يكون مصطفى الكاظمي هو المرشح اللي ممكن من خلاله أن ترضى كل الأطراف الموجودة في العملية السياسية. للأسف التشكيلة الوزارية والصراع الموجود الآن على منصب وزير النفط يدلل على أنه الحكومة لم تتغير، هي نسخة طبق الأصل للحكومات المتعاقبة خلال فترة من نور المالكي إلى حيدر العبادي إلى عادل عبد المهدي والآن مصطفى الكاظم. نعم. طيب، بالنسبة لما قالته صحيفة فورين بوليسي من أن هناك صعوبات وتحديات تواجه حكومة الكاظمي وعلى رأسها تنافس السياسيين على السلطة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التنافس على أداء حكومة الكاظمي ولا سيما مع وجود أيضا رفض شعبي كبير؟ الحقيقة هو نفس مصطفى الكاظمي خلال مقال نشر في صحيفة الزمان أكد وجود مثل هذه الضغوطات ومثل هذه الصعوبات، وأشعر المواطن أنه هو غير متمكن على جبهة جماح القوى السياسية المتصارعة داخل العملية السياسية من خلال عدم تمرير مرشحين كان هو يود أن يستلمون وزارات، ومن خلال إصرارهم على التصويت لمرشحين هم تابعين إلى أحزاب. فإذا مصطفى الكاظمي لا زال هو الإرادات اللي تفرضها الأحزاب، ليس ربما يكون هو عنده نوايا أن يحقق شيء أو يقدم شيء، ولكن هو مقيد بالمحاصصة الطائفية ومقيد بتمرير أي مرشح من خلال رضاء هذه الأحزاب والكتل الموجودة. هل تتوقع أن هذه الحكومة، حكومة المحاصصة، ستستطيع فتح ملفات الفساد وقتل المتظاهرين؟ إذا كان في نيته وهو مصمم فعلا مثل ما طرح برنامج بعد تكليفه لمنصب رئيس الوزراء، ومن خلال المقال اللي نشر يوم أمس على إلغاء كل الامتيازات وعلى حصر صحة الدولة وعلى إعادة هيبة الدولة، إذا حقق هذه الأشياء ربما يكون فعلا رئيس وزراء جديد للعراق، ولكن المؤشرات خلال 10 أيام الماضية من الاستلام لحد الآن لا تبشر بخير. نعم. للأسف المفروض أول إجراء يتخذ هو محاسبة قتلة المتظاهرين، حتى هذه اللحظة لم نرى أي تحرك في هذا. الفساد المستثمر في حكومة عبد المهدي وقبل عبد المهدي كان هناك دعوة كبيرة لفتح ملفات الفساد، بدل أن تفتح ملفات الفساد تم تكريم هذه الوزارة وتم تكريم والإشادة برئيس الوزراء ونحو الراتب التقاعدي. هذه دلائل تشير إلى أنه التغيير هو غير قادر. أما إذا فعلا نعم، هل معنى ذلك دكتور أن
عدم تلبية هذه المطالب، محاربة الفساد والتحقيق في قتل المتظاهرين وأهدار المال العام، كلها إذا لم يفي بها الكاظمي ستكون وقود لمرحلة جديدة من الثورة. الثورة مستمرة، وأعلن الثوار الآن وقبل أسبوع وقبل خلال تكليف المالكي وخلال تكليف الزرقي أنهم هم مستمرون، لولا فيروس كورونا هو الذي حدد من حدث التظاهرات، التظاهرات لم تتراجع نتيجة أنه إيمان المتظاهرين بأن الكاظمي سيحقق أو الزرقي سيحقق. الثوار الانحسار في الثورة نتيجة وجود فيروس كورونا. الآن من خلال اللي نشوفه المعطيات الموجودة في الساحات، إذا كانت ساحة الحقوبي في الناصرية أو ساحة التحرير أو الخلاني أو في القادسية أو في واقع، الآن الثورة مستمرة والآن هي في دورة تصاعد. ربما رمضان لعب دور، يعني كورونا مع رمضان لعبوا دور في تهدئة الموقف وليس التراجع. هو ليس تراجع، انا باعتقادي انه الثوره لا زالت مستمره وستكون مع مطلع حزيران ستشهد الساحات، انا متاكد ان الساحات ستشهد تصاعد كبير اذا لم تتخذ قرارات فوريه وحاسمه لمحاسبه الفاسدين ولمحاسبه قتله المتظاهرين وعلى الاقل تحقيق جزء من مطالب الثوار. شكرا لك دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أثينا.